impressionnant comme la أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. عليكم السلام. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني نبدأ بتعليق أولا إن شاء الله. يعني أنا اليوم كنت في زيارة لإحدى المدن الفلسطينية في الشمال، في زيارة لنابلس، وهناك استوقفني أمر يعني إن شاء الله نذكره. يعني أحد الأشخاص طلب مني أني أنا أصلي له ركعتين في المسجد الأقصى، وهو بيقول أنه ما بيقدر يوصل للمسجد الأقصى. نقول كان الله في العون، يعني هذه من السياسات في الإغلاق. المسجد الأقصى مغلق أمام هؤلاء، ودائما نقول الحمد لله ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم، يعني هو يطلب مني أن أصلي له ركعتين في المسجد الأقصى، ونحن نتكلم عن مسافة زمنية يعني أقل من ساعة، يعني بعد بني آدم بعيد عنا أقل من ساعة مش قادر يوصل للمسجد الأقصى. وعلى الحقيقة في ناس بعد عنا 10 دقائق وما بيقدر يوصل للمسجد الأقصى، زي إخواننا في أبو ديس، يعني هي تبعد عنا فقط في السيارة 10 دقائق ليس أكثر، ولكن هناك سور ما بيننا وبينهم ولا يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى. يعني أنا أتكلم مع الأخ من دردش، بقول له يعني من ناحية شرعية الصلاة لصاحبها ولا تجوز أنك أنت تصلي عن إنسان آخر، والإنسان وهو حي يصلي بما يقدر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله له الأجر حيث يحبس العذر. ولو كان مريض يعني يصلي بقدر استطاعته، يعني إما يصلي جالس أو يصلي قاعد، أو حتى إذا اضطر يصلي فقط بعينيه. فإن كنت في مكان وأردت أن تصلي في المسجد الأقصى، فأنت تنوي أنك تيجي، ولما يحبسك العذر يعني إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أنك أنت تأخذ الأجر في نيتك وحبسك لهذا العرض، أنه هذا العذر حبسك عن أنك أنت توصل المسجد الأقصى. فهو كمان بذكر لي أنه في بعض الأشخاص في الفترة الزمنية حاولوا أنهم يدخلوا تهريب إلى المسجد الأقصى، فبذكر لي حالات منها شخص يعني هو بتسلق السور وقع من السور على ظهره، وله تقريبا سنة في المستشفى، لا زال لغاية الآن في المستشفى لمدة تقريبا سنة. فيعني شخص يريد أن يأتي يصلي في المسجد الأقصى، ثمن صلاته أنه هو يجلس في المستشفى، ولا زال في المستشفى، الله أعلم متى سيمن عليه سبحانه وتعالى بالشفاء أن يجلس في المستشفى مدة سنة كاملة. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء له. ويقول مثله يعني في كتير ناس مثل هذا الشخص، مثل هاي الحالات، وحالات أخرى يعني يكلمني ويحدثني فيها هذا الشخص، ويقول في ناس حاولت أنها تطلع ولكن يعني مسكتها الشرطة أو الجيش، حرس اللي بسموها حرس الحدود أو مشمار قفول زي ما بيقولوا لهم، مسكوه وقدموه للمحكمة في بعض الأشخاص، وتم تغريم أشخاص منهم مبالغ كبيرة، يعني يتكلم عن تقريبا 10 وبعضهم 15,000 شيكل. لما نتكلم 15,000 شيكل لناس في الضفة، احنا بنعرف المعاشات اللي موجودة في الضفة، يعني الواحد بيشتغل شهر كامل يعني بالكاد انه هو يحصل له 1000
أو 2000 شيكل في الشهر. فإذا احنا قلنا أنه بيحصل له 1500 شيكل في الشهر، لما نتكلم عن غرامة مالية أنه هو حاول يدخل لمنطقة القدس حتى أنه يصلي في الأقصى 15000 شيكل، فنحن نتكلم عن معاش لعشرة أشهر كاملات بده يتم ويشتغل 10 أشهر حتى يقوم بتسديد هذا المبلغ. ولا ننسى يا إخواني أنه إن تم القبض عليه مرة أخرى، حاول مرة أخرى، ما بيقبلوا في الغرامة المالية لوحدها، صراحة يكون في عليه حبس لمدد طويلة، ونعلم إحنا إخواني وشفنا مثل هاي الحالات كثير. طيب هذا يعني بعض من الدردشة اللي احنا كنا ندردشها، هذا حديث الناس في تلك المناطق عندهم شوق عظيم للمسجد الأقصى، شوق عظيم للوصول للمسجد الأقصى، ومتنفسهم يعني بقول لي المتنفس الوحيد الموجود عندنا في شهر رمضان. شهر رمضان من السنة للسنة تفتح الأبواب، ولكن ليس دائما يستطيع القدوم، يعني الإعلان اللي بيكون منشور إنه يسمح مثلا للأشخاص اللي عمرهم فوق 30 سنة إنهم ييجوا للمسجد الأقصى، لما يجي واحد عمره 32-33 بتفاجئ إنه بيقولوا له لا إحنا غيرنا، بطلنا 30 شو سويناها 40 أو 50 وهكذا. فهم بتلاعبوا في الأعمار كيف ما شاءوا حتى إنهم يمنعوا أشخاص ويسمحوا لأشخاص آخر. فنقول إن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تفتح الأبواب وأن تكسر الحدود وأن يستطيع الجميع أن يصلوا في المسجد الأقصى. طبعا إخواني أنا أيضا في الرسائل اللي أنا بستقبلها من الإخوان الموجودين خارج الأرض المقدسة، يعني حال الناس على حالين. الحال الأولاني إنسان لا يستطيع القدوم لقلة حيلته، يعني إمكانياته المادية لا تسمح أنه يأتي يصلي في المسجد الأقصى، فنقول يعني هذا الإنسان في كل الأحوال معذور. وفي حال تاني لناس يعني الله سبحانه وتعالى مكنهم، ولكن هو بقول لك أنا معاي مال وأستطيع أن أنا أحضر وأزور المسجد الأقصى، بس يا الشيخ بتنصحني أني أنا أزور المسجد الأقصى ولا ما أزور؟ فهو عنده تصور أنه هو لما يأتي بركب طيارة مثلا على سبيل المثال، وبعدين بقعد زيارة وبحط رسوم للفندق ويقوم بصرف مبالغ ويدفع ثمن تصريح، انه معظم المال اللي راح يصرفه راح يكون للجهة الاخرى، وانه المستفيد او العرب المستفيدين او المسلمين المستفيدين من زيارته راح تكون بكمية او بمقدار قليل. وشفنا اخواني احنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، يعني ميمونة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، في بيت المقدس، فيقول صلى الله عليه وسلم هي أرض المحشر والمنشر. بيت المقدس أرض المحشر، إليها تحشر الناس عند النفخة الأخيرة في الصور وتنشر، يعني تحشر في بيت المقدس، هي أرض المحشر والمنشر، ومنها تنشر إلى السماوات للحساب. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ هو أتوه، والخطاب لكل المسلمين، وصلوا فيه، يعني على الأقل كل مسلم في كل بقاع الدنيا يجب أن تكون له زيارة يأتي فيها إلى المسجد الأقصى مرة في حياته على الأقل، وأتوه وصلوا فيه فعل أمر، فإن صلاة فيه بألف صلاة. يعني الصلاة اللي بتيجي لواحد من الخارج الأرض المقدسة وبيجي متغلب وبيجي خصوصي حتى نصلي في المسجد الأقصى، ثوابه هاي الصلاة كأنها إيش؟ كأنها ألف صلاة. كل صلاة يصليها فيها كل فرد بألف فرد، وكل سنة بألف سنة، وكل صدقة بألف صدقة، وهكذا. يعني وضعنا الميزان، فإن صلاة فيه بألف صلاة. هلا ميمونة تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله إن لم أستطع أن أتحمل إلي، يعني أنا ما قدرت أني أنا أزوره، فماذا أفعل؟ شو بقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فتهدي له زيتا يسرج في قناديله، فمن فعل ذلك فكأنما صلى فيه. يعني إنسان حاسس أو شاعر إنه زيارته للمسجد الأقصى سيكون المصلحة منها للآخر، شو بيقدر يسوي؟ بيقدر يرسل بدل زيارته لمين؟ لشخص بيعرف إنه هو مسلم موحد، يحاول أن يرابط في المسجد الأقصى قدر الإمكان، يساعده في رباطه وفي مكوثه وفي صلاته في المسجد الأقصى. وهون إخواني بنقول إنه لربما
كان على هؤلاء بدل الزيارة أفضل من الزيارة، لأنه بدل الزيارة تحقق فائدة أعظم وأقصى من الزيارة نفسها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ببدل الزيارة مثل الزيارة وأكثر، وأن يثيبه أيضا ثواب الصدقة أو المساعدة أو دعم إخوتنا في المسجد الأقصى وفي الأرض المقدسة. هلا كمان شغلة إخواني يعني هنا نذكرها في الدردشة اللي موجودة، يعني لما سألني الأخ وقال لي يعني يعني أنا أوصيك أنك أنت تصلي لي ركعتين في المسجد الأقصى، وهو يتكلم في هذا الكلام شو ذكر لي؟ ذكر لي اسمه واسم أمه، يعني يقول بيقول لي صلي لفلان ابن فلانة فلان ابن فلانة. طبعا هو يتكلم بعفوية، ولربما إخواني إحنا في القرى بنعرف أنه كثير من الخطاب أو من الأشخاص إنما ينادوا يتم نداءه باسم مين؟ أمهاتهم. يعني إذا أنت كنت في قرية صغيرة حوالين بيت المقدس وسألت عن واحد وقلت فلان ابن فلان يمكن ما يعرفوه، إذا قلت لهم فلان ابن فلانة مباشرة بيعرفوا. ولكن هنا يا إخواني يعني نريد أن نوضح نقطة في ذكر اسم الأم. أول شيء من ناحية شرعية الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننسب الناس إلى آبائهم، انسبوهم لآبائهم، هذا الأصل شرعا. يعني كل إنسان يجب أن ينادى باسم الأب وليس باسم الأم. أما النسب عن طريق الأم فهذا إخواني يعني لربما كان ابتداؤه مع بني إسرائيل، كان ابتداؤه مع مين؟ مع بني إسرائيل. نتذكر إخواني بعد سيدنا سليمان، بعد فترة سيدنا سليمان، بعد ما بني إسرائيل كفرت سيدنا سليمان في الأرض المقدسة، ولما كفرت سيدنا سليمان الله سبحانه وتعالى أرسل عليها موجة من العذاب. يعني هي على ثلاث مراحل، المرحلة الأولية انقسام، انقسمت الدولة اليهودية في ذلك الوقت إلى دولتين اللي هي إسرائيل ويهوذا. إسرائيل كانت تتكون من 10 أصباط، ويهوذا كانت تتكون من سبطين اللي هم سبط يهوذا وسبط آخر. هذه الموجة الأولى من العذاب. الموجة الثانية من العذاب أن الله سبحانه وتعالى سلط جماعة من الناس قتلوا كل الأصباط 10 في دولة إسرائيل، يعني أباد دولة إسرائيل عن بكرة أبيها، لا تنفيها لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا أي واحد، يعني انتهوا 10 أصباط. مين تم؟ تمت دولة يهوذا. هذه الموجة الثانية من العذاب. الموجة الثالثة من العذاب أن الله سبحانه وتعالى سلط الدولة العراقية في ذلك الوقت بقيادة نبوخذ نصر على هاي الدولة أو على القسم الثاني من الدولة اللي هي دولة يهوذا. نبوخذ نصر ماذا فعل؟ قتل كل الرجال، يعني كل رجل قتله ما خلى. مين أبقى؟ أبقى الشيوخ الكبار الطاعنين في السن، الأطفال والنساء. يعني أغلب من تبقى مين كانوا؟ من النساء، نساء بني إسرائيل. واقتاد هؤلاء لفين؟ إلى معسكر بابل في العراق. الآن شو أصبحت صفة هذه الجماعة اللي بني إسرائيل في الأسر البابلي؟ أصبحت صفتها النساء، غالب بنيتها شو هي؟ نساء. فأصبحت الكلمة والتسيير والأمر والتدبير لمين؟ للنساء. وبدأت النساء تتزوج من رجال من خارج إيش؟ من خارج الكيان اليهودي تبعهم. هلا إحنا بنعرف إذا امرأة تزوجت من رجل لمين بيكون نسب الأولاد؟ للأب، مظبوط ولا لا؟ هنا كان في مشكلة. إذا النساء تزوجت من رجال خارج اليهودية شو راح يصير في اليهودية؟ راح تنتهي، لأنه ما تم رجال. فشو سمعت النساء مع الشيوخ والأطفال شو قالت؟ قالت سنغير النسب من الأب لمين؟ للأم. يعني إذا امرأة تزوجت من خارج الدولة اليهودية، يعني غير يهودية، وجابت أطفال، هدول الأطفال شو بكونوا؟ لمين بننسبهم؟ للأم. منقول فلان ابن فلاني، ما نقول فلان ابن فلان. فأصبح النسب عند اليهود لمين؟ للأمهات. عشان هيك إخواني إحنا من ناحية شرعية منقول إحنا المسلمين أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أول إشي من ناحية قرآن شو منقول؟ انسبوهم لمين؟ لآبائهم. يعني الأصل إن إحنا ننسب الابن أو الشخص للأب،
هذه من ناحية، من ناحية القرآن ونص، ما في مجال أنه إحنا نتلاعب في النص القرآني ونغير أو نعترض على النص القرآني ولا بأي حال من الأحوال. بالإضافة أن الرسول عليه الصلاة والسلام شو علمنا؟ قال خالفوا اليهود والنصارى. الأصل إذا اليهود كانت تنسب الأطفال إلى الأمهات والنسب عندها من جهة الأم أقوى من جهة الأب، شو نسوي؟ نحن نخالفهم. ففي عندنا من ناحيتين، من ناحية الكتاب والسنة يجب أن نخالف هؤلاء. هذا من ناحية أخرى. من ناحية أخرى نتذكر إخواني أنه في أعمال السحر والشعوذة، أعمال السحر والشعوذة، الشياطين كيف تستدل على الناس؟ طلع أول شيء عشان نبقى عارفين كيف تتم أعمال السحر. السحر، تعريف كلمة السحر في الإصطلاح هو التعامل مع الجن، التعامل مع الجن. طبعا إخواني لما أقول مع الجن مش مع أي جني، مع مين؟ مع الجن الشرير اللي شو بسميه؟ الشيطان. التعامل مع الشياطين شو اسمه؟ السحر. والشياطين عندها قدرات، الله سبحانه وتعالى أعطاها قدرات للشياطين غير القدرات اللي موجودة عند البشر. يعني تستطيع الشياطين أن تستخدم وتتحكم بالطاقة اللي احنا ما بنقدر نتحكم فيها. يعني نعرف إخواني في أحد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاءه إبليس بإيش؟ بقبس من نار. بقبس من نار شو يعني؟ يعني حامل شعلة من نار يريد أن يلقيها في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول وهو يصلي شو سوى؟ مد إيده بهذا الشكل وبقي يصلي. فالناس بعد الصلاة قالوا له يا رسول الله يعني ليش أنت مديت إيدك ورفعتها بهذا الشكل؟ قال لهم أجا إبليس حامل قبس من نار أراد أن يلقي في وجهي فأنا خنقته. ولو إنه سليمان عليه الصلاة والسلام، أخي سليمان، لم يدعو أن يكون له سلطان لا ينبغي لغيره في سيطرته على الجان كان ربطت لكم إياه بساقية المسجد حتى تلعب فيه الأطفال. بمعنى يعني اللي احنا بنستفيد منه من هذا الحديث إنه الشياطين عندها قدرة إنها تتعامل مع الطاقة، مع النار. وهذه النار شو مالها؟ مادة مؤذية بالنسبة لنا البشر، بالنسبة لنا. يعني لما نسأل أمراض السرطان من إيش بتيجي؟ إذا أنت خرجت إلى الشمس في منطقة مكشوفة فترة زمنية طويلة قد تتعرض لإيش اسمه سرطان الجلد، مظبوط ولا لا؟ ليه؟ لأنك تعرضت لكمية إشعاع فوق اللازم. فما بالك لو أنت تعرضت لكمية إشعاع من الإشعاع اللي بيستخدمه إيش؟ الشيطان. من المؤكد أنه هذا الأمر سيكون في إضرار. وأيضا إخواني يعني بنعرف أنه واحد بروح على المستشفى على قسم على سبيل المثال التصوير، واحد بده يصور حاله إذا عنده إشي كسر، الله يكرمك رضا، إذا في له إيد مكسورة أو إجر مكسورة وبده يدخلوه على الماكلة اللي مسميها أشعة إكس عشان يتصور فيها، شو بقولوا؟ بقولوا للبقية ممنوع تدخل، لأنه دخولك إلى هذه المنطقة قد يعرضك لإيش؟ يعني تكرار الوجود في هاي المنطقة قد يعرضك إلى أمراض السرطان. فنقول إنه العمل مع الشياطين خطر جدا جدا جدا، لأنه الشيطان قد يستخدم هذه الطاقة التي تضر بمين؟ بالإنسان. طيب هذه بدنا نبقى عارفينها. الشغلة الثانية المهمة إخواني بدنا نبقى عارفينها إنه لا يستطيع الشيطان منفرد، لا يستطيع الشيطان منفرد أن يقوم بأذية الإنسان. يعني مش مسموح له من ناحية نواميس قوانين الله سبحانه وتعالى وضعها في هذا الكون. يعني يجي الشيطان شو يقول؟ أنا بدي أضر بأبو محمد أو بدي أضر فلان ويروح يأذيه، هل مسموح له؟ شو منقول؟ مش مسموح له. يعني في قوانين ما بيقدر يتجاوزها. متى يسمح للشيطان إنه هو يستخدم طاقته في الإضرار بإنسان؟ يسمح للشيطان إخواني، هذه قاعدة لازم نكتبها فينا، يسمح للشيطان أن يستخدم طاقته للإضرار بإنسان إن صنع حلف مع مين؟ مع إنسان آخر، وهذا الإنسان الآخر سلطه على إنسان مثله. يعني يجي إنسان يقول للشيطان ضر لي فلان، شو بيجي الشيطان؟ بقول له نعم سأضر لك فلان. يعني الشيطان حابب أنه يضر فلان، ولكن وحده ما بيقدر إلا لما إمتان؟ لما يجتمعوا تنين، واحد إنسي واحد
جني ويسووا حلف. هذا الحلف شو بنسميه؟ بنسميه حلف الساحر مع الشيطان، وبيناتهم بكون في عقد اتفاقية. شو يعني الاتفاقية؟ يعني الشيطان بيقول للساحر أنا مستعد إني أنا أسمع لك حتى أنا أضر لك الناس اللي بدك إياهم، مستعد، ولكن في المقابل أنت شو لازم تسوي؟ لازم تفعل مجموعة من الأمور، تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، بيشترط عليه أمور. هذه الأمور إخواني اللي بيشترطها الشيطان على الإنسان شو بتكون؟ أن يخرج من الملة وأن يكفر بالله. وضربت لكم إخواني قصة من القصص اللي احنا سمعناها حتى احنا نعرف ماهية العقد اللي بيكون بين الساحر والشيطان، عشان نعرف ماهية العقد. يعني يقال إخواني إنه أحد الناس اللي بسموه فتاح، شو بسموه؟ فتاح. كلمة فتاح إخواني، كلمة فتاح إنما هي إيش؟ تصغير، أو خلينا نقول صيغة مهذبة بحاول الساحر يعطيها لنفسه قدام الناس عشان ينفع عن نفسه إنه هو ساحر. بقول لك أنا فتاح، بعرف لك شو بده يصير، أنا عراف، بعرف لك شو بده يصير، أنا بفتح لك في القرآن. ممكن يكون بهاي الصيغة هو يستخدم كلمات تختلف. هنقول فتاح من هدول، يعني ساحر هو على حقيقة اللي بتعامل مع الشياطين، مات وكان في له غرفة بيقوم فيها بالأعمال تبعته. هلا مين اللي أجا يسلم الغرفة تبعته؟ ابنه من بعده يسلمها وينظف فيها. فهذا الابن بروي وبيحكي بقول شو صار معه. بقول أنا لما دخلت على غرفتي، يعني غرفة معتمة، رائحتها كريهة، المواد اللي فيها كلها مؤذية، بدأت أرتب فيها، أفتح الشبابيك، أنا أهويها، بدي أرتب الغرفة. بقول وأنا داخل في الغرفة يعني بدي أرتبها إلا بشخص يخرج من الحيط، شخص بيخرج من الحيط لابس اللباس الأبيض، أبيض بأبيض، وحامل مسبحة وحاطط عمامة. يعني لما أنا شفته فكرته إيش؟ ولي من أولياء الله الصالحين خرج لي من الحيط. هيك بحكي هذا الزلم. فهذا الرجل شو بقول له؟ بقول له بتحب إنك أنت تمشي على منهاج أبوك ونساعدك في هذا المنهاج. فهذا الشخص لما شاف هذا النور وهذا البياض، شفت شو اعتقد؟ اعتقد إنه منهاج أبوه شو كان؟ كان يعني خير ونور وإشي عظيم. فقال نعم أنا بحب إني أنا أمشي على منهاج أبوي وساعدوني. فقال له بشرط. هو شو جينا للشرط اللي هو الاتفاقية بين مين؟ بين الساحر وبين الشيطان. قال له بشرط. قال له شو الشرط؟ قال له تعال معي. أخده في جزء من الغرفة أو البيت اللي موجود. بتعرفوا إخواني إحنا المنهل المناهل اللي هي الفتحات تبعت المجاري. فقال له شايف في مسمار جنب المنهل؟ طلع الشخص لقى في مسمار فعليا ومربوط عليه خيط. قال له افتح المنهل. فتح المنهل، قال له اسحب الخيط. بدأ يسحب الخيط الزلمة، إلا في آخر الخيط شو لقى؟ أجلكم الله مصحف قرآن كريم. فين موجود؟ داخل المنهل. قال له بكل بساطة إلقي في المصحف في المنهل منسوي لك اللي بدك إياه. فهذا شو بنقول عنه؟ الثمن، الثمن اللي أنت بدك تدفعه عشان شو يسكون؟ عشان يكون الشيطان وليك ومساعدك ويعينك على إيش؟ على الإضرار في الغيب. فهذا بنقول عنه عقد الساحر والشيطان. ونذكر إخوان أن الشيطان لوحده منعزل لا يستطيع أن يضر بالإنسان، لابد من أن يتحالف مع إنسان آخر، ولكن حلفه مع الإنسان الآخر ما بكون ببلاش. شو بكون؟ بأن يدفع هذا الإنسان الآخر ثمن، ثمن هذا الحلف، مش مرة واحدة إخواني، على طول الخط. ليش بقول على طول الخط؟ لأنه كل ما أراد هذا الساحر استدعى، شو بنقول عنها؟ استدعى مين؟ الشيطان. إذا بتتذكروا إخواني بذكركم في أمور، يعني وإحنا صغار وإحنا ما كنا نعرف لسه الصح من الخطأ، كانوا أبياتنا يحطونا قدام التلفزيون. التلفزيون لربما يعني في أول السبعينات، في آخر الستينات، في أول السبعينات بدأ التلفزيون ينتشر عندنا هون في بيت المقدس. بتذكر يمكن إحنا في 69 أو في 68 جبنا تلفزيون على البيت. شو كان في؟ كان في قناتين، قناة 3 وقناة 6، وكان في قناة اللي هي قناة 8 اللي هي الإسرائيلية. هذول ثلاث قنوات كانوا موجودين على التلفزيون. هلا قناة 3 اللي هي 3 و6 القناة الأردنية، يعني
الأردن كان في عندهم أول إشي أول شغلة بتحطها بتحط لك يعني نفتتح بآيات كريمة من الذكر الحكيم، تقرأ قرآن كريم يعني أقل من دقيقة، مباشرة بعديها شو بحطوا؟ رسوم ميكي ماوس، أفلام كرتون، يحطونا أبياتنا نحضر رسوم الكرتون. شو الشغلات اللي بدنا نتعلمها من مصغرنا من هذه العلبة العجيبة تلفزيون تلفاز؟ كانوا يحطونا على أفلام معظمها أول إما عنف يعني بسة وفار ودائما شو عمالهم بتقتلوا مع بعضيهم، هذا بضرب هذا وهذا بضرب هذا. وشو صرنا إحنا بعد ما كنا قاعدين في الدار اللي حامل كتاب واللي حامل قرآن واللي عماله بيسوي له تجربة علمية واللي عماله بيخترع له اختراع، شو صرنا؟ الواحد فينا صار يلحق الثاني زي البسة والفار، أنا أضرب أخوي وأخوي يضربني وأخوي هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا. اتحولنا من منهاج علمي دراسي لإيش؟ لحركة عنف. هذا الجزء الأولان. الجزء الثاني المهم اللي كانوا يدخلوه يحطوا لك أفلام، هاي الأفلام معظمها كان قائم على فكرة إيش؟ شبيك لبيك، فلان بين إيديك، وتيجي يجيب لك مصباح سحري وشو تسوي لك؟ يفرك لك هذا المصباح ويطلع الجني ويقول لك شبيك لبيك، ويقول اسم الشيطان ولا الجني ويقول لك فلان أو الشيطان الفلاني بين إيديك، أؤمر وتمنى، هاي الشغلات. فأصبح عند كل واحد من الصغار في تلك الفترة هاجس علم إنه كيف أنا هقدر في يوم من الأيام أوصل للشيطان أوصل للجني أنا دي عشان شو يسوي؟ يساعدني. هذه صارت الهواجس اللي موجودة عند الناس، هذه صارت أحلامها وتفكيرها محصور في هذا الشيء، إذا أنا جبته شو راح يسوي لي؟ يحقق لي أحلام. على الحقيقة يا إخواني هذه بدايات بحطوا فيها مين؟ الصغار على بداية الطريق إن هم شو يسووا يلبسوا عليه في حياته كلها، في حياته كلها إنه يصير حلمه في هذا الشكل. فإن وصل بين إيدين ساحر من الصحراء أو قدر شيطان من الشياطين يلبس عليه، شو بيكمل معه؟ بيكمل معه المشوار. تعال سوي عقد بيني وبينك، عقد كفري، وعشان أنا أكمل معك نصير نأذي الناس. هذا اللي بيصير على الحقيقة. طيب ليش أنا قلت إخواني الثمن مش بدك تدفعه مرة واحدة، بدك تدفعه دائما؟ لأنه حتى إنه الساحر ينادي الشيطان شو بده؟ بده إشي بسموها في عالم السحر والأسحار بسموها العزيمة. العزيمة يعني في مسلسل السندباد اللي كان يحضر، السندباد البحري والسندباد البري والسندباد وياسمين، هذه كلها شغلات كانت موجودة في مسلسل السحر أو المسلسلات تبعون السحر أو الأفلام تبعون السحر. كان الاستدعاء الجن بإيش؟ بالفرك، إنك تفرك الفانوس السحري تفركه فيطلع لك الجن. على الحقيقة لما الإنسان الساحر بده يستدعي الشيطان شو لازم يسوي؟ لازم يلقي مجموعة من الكلمات، يتكلم بمجموعة من الكلمات. شو منسميها؟ منسميها العزيمة. العزيمة يعني القسم، القسم أو العزيمة عندهم بسموها. هذا القسم إخواني، هذا القسم هو عبارة عن قسم كفري. كل مرة بدك تستدعي الشيطان لابد أن تكفر بالله سبحانه وتعالى، ولابد أن تحقر الملائكة، ولابد أن تعظم الشياطين. لما يسمعك الشيطان كفرت بالله، عظمت الشياطين، حقرت الملائكة، شو بقول لك؟ بيطلع لك وبقول لك شبيك لبيك، مش هو أمر تطاع، مش أمر تطاع، مين بدك هأذي لك عشان هأذي لك؟ هذا اللي بحكي لك إياه. مين بتحب اليوم تأذي عشان نشتغل فيه ونأذي؟ أقول إخواني هذه العزيمة، هذا القسم اللي بيكون موجود واللي بلقيه الساحر حتى أنه يستدعي مين؟ يستدعي الشيطان. طيب هلأ نرجع ومنسأل ومن وضع هذه القوانين؟ يعني هاي القوانين إنه الشيطان يرد عليك إذا أنت تكلمت في هاي الكلمات، مين اللي وضعها؟ هنقول وضعها الشيطان الأكبر اللي هو مين؟ إبليس. يعني هذه خطة من خطط إبليس. نرجع هلأ لخطة إبليس وأنا تكلمت فيها، ولكن لا بأس من الإعادة. ليه؟ لأنه إخواني كما قلنا يعني إحنا لازلنا نرى المخالفات الشرعية حولنا كثيرة وعظيمة، ولا بأس من التذكير. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين.
عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالذكر. بس لو بتحكي لهم خفف الصوت الله يجزيك الخير، أنا بطلع في التسجيل. اللهم صل على سيدنا محمد. على الاقصى عشان يحكوا مع اهل الايمان. لا اله الا انت سبحانك. طيب اخواني نكمل ان شاء الله. نرجع لخطه ابليس، الخطه اللي وضعها ابليس من زمن طويل وبعيد. شو سوى ابليس؟ احنا بنعرف اخواني الله سبحانه وتعالى يقول: وكان عرشه على الماء، يعني عرش الله في السماوات ما فين موجود؟ على الماء. لما ابليس هبط للارض، ابليس هبط للارض شو سوى؟ سوى لنفسه عرش، يعني هو يحاول ان يجعل نفسه في الدنيا اله كما الله سبحانه وتعالى في السماوات اله. فكيف في لله سبحانه وتعالى عرش في السماوات وعرش الله على الماء؟ شو سوى ابليس لما نزل على الارض؟ سوى لنفسه عرش. وتكلمنا في درس سابق وقلنا على الغالب انه عرش ابليس على فين؟ على البحر الميت. ليه؟ لانه البحر الميت ما فيه اي نوع من انواع الحياه، وابليس يكره ذكر الله سبحانه وتعالى ويكره سماع التسبيح والتكبير. فهي المنطقه اللي ما فيها اي انسان او حيوانات تسبح بحمد الله، حتى الحيوانات والدواب اخواني تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. فابليس لربما يعني، ونقول والله اعلم، ينصب عرشه كل يوم على هذا الماء. هلا ما نعلم اخواني، وهذا الكلام من فين احنا بنجيبه؟ من نفس الصحراء. في صحراء، صحراء دخلت في عالم السحر، وبعدين شو سوت؟ تابت لله عز وجل ورجعت لله سبحانه وتعالى وحدثتنا كنا نسوي كذا ونفعل كذا، وهيك في عندهم اعتقاد، يعني بيخبرونا شو عماله بيصير. ايضا اخواني كمان بنعرفه على لسان بعض الجان الشياطين، احيانا الشياطين تتلبس البشر، تتلبسها بصورة الإنسان ملبوس، فأنت يعني تحشر هذا الشيطان في جسد الإنسان وتعذبه بالقرآن. لما تبدأ تعذبه بالقرآن يبدأ يترجاك، يترجاك أنه أنت تتركه حتى أنه يغادر. فأنت لا تتركه إلا لما إيش؟ لما تستنطقه، يعني تقوم بإيش؟ باستجوابه داخل هذا الشخص. مين بعتك؟ وليش أنت موجود هون؟ وشو أمرك؟ وشو مطلوب منك؟ وشوف تعرف شغلات تانية تستنطقه وتستجوبه. غرفة التحقيق اللي بتسوي معه تحقق معه. فمن المعلومات اللي بيحكيها هؤلاء، وأيضا من المعلومات اللي بيحكوها السحرة اللي تابوا، كانوا في عالم السحر ورجعوا وتابوا، شو بنعرف؟ بنعرف انه في لإبليس حملت عرش كما لله سبحانه وتعالى حملت عرش. حاليا في الدنيا أكم من واحد بيحمل عرش الرحمن؟ 4. ويومئذ يعني يوم القيامة قديش بيحمل عرش الرحمن؟ 8. ويحمل عرش ربك يومئذ 8. اليوم في الدنيا في الحديث كما علمنا الرسول هم 4، وفي الآخر قديش بيكونوا؟ 8. طيب عرش إبليس أكم من شيطان بيحمله؟ حسب ما بيقولوا لنا، ونقول والله أعلم، بيقولوا لنا إنه عرش إبليس بيحمله 28 شيطان كبير من كبار الشياطين. 28 هذول ال 28 شيطان اللي بيحملوا عرش إبليس هم كبار شياطينه، يعني زي ما بنقول خدامه الأساسيين لإبليس. أعظم 28 شيطان حواليه من الشياطين، 28 واحد. هذول إبليس شو مقسمهم؟ مقسمهم لأربع مجموعات، كل مجموعة اقسم 28 على 4 قديش بيطلع كل مجموعة؟ 7. 7 كل مجموعة فيها 7 شياطين من كبار الشياطين. هلا كل واحد من هاي المجموعة شو معطيه؟ معطيه يوم من أيام الأسبوع. يعني الأول من السبعة شو معطيه؟ السبت، الثاني الأحد، ثالث الاثنين، ثلاثة الأربعة، الخميس الجمعة، وهكذا. في المجموعة الثانية نفس الإشي، يعني كل واحد بيحمل يوم من أيام الأسبوع، وكل واحد أو خلينا كل مجموعة من المجموعات الأربعة بتحمل طبع من أطباع البشر. شو من الأطباع البشر؟ طبعا أطباع البشر إحنا عنا في الإسلام ما بتعنينا، ولكن هاي أطباع البشر عنا، أو أطباع البشر مهمة عند مين؟ عند الشياطين. يعني الشياطين بتقسم البشر إلى 4 أطباع. شو هي؟ طبع بسموه مائي، وطبع هوائي،
وطبع ناري وطبع ماله ترابي، مائي هوائي ناري ترابي، هذه الأربع أطباع اللي بتعطيها الشياطين للبشر. يعني أي المادة الغالبة أكثر في خلق الإنسان؟ هم نعرف إنه الإنسان مخلوق من إيش؟ من ماء وطين، مزبوط ولا لا؟ والطين هذا حمأ مسنون، يعني جبل بإيش؟ على النار. يعني في عندك الهواء والماء والنار والطين، هذه أربع عناصر رئيسية تشترك في خلق الإنسان. ومش بس في خلق الإنسان، في خلق الطعام، يعني الشجرة عشان تعطيك ثمرة شو بدها؟ بدها تراب من الأرض، وبدها ماء من الأرض، وبدها هواء من اللي حواليها، وبدها شمس، مزبوط ولا لا؟ هاي العناصر الرئيسية الأربعة في الطبيعة اللي هي تتشكل أو بتشكل الطعام اللي بتناوله الإنسان، وبالتالي بتبني بنية الإنسان. فالشياطين تعطي البشر هذه الأطباع الأربعة. يعني كل إنسان منا شو في له؟ في له طبع إما مائي أو هوائي أو ناري أو ترابي، هذول الأربع أطباع الموجودة. هلأ وكل واحد فينا شو في له؟ في له يوم ولد فيه. يعني في أي يوم أنت ولدت؟ ولدت في السبت، في الأحد، في الاثنين، في الثلاثة، وهكذا. وعلى ما يبدو إخواني إنه معرفتهم، معرفة الشياطين لا يوم ميلادك، إذا عرفوا إمتى أنت مولود، ومعرفتهم لأسهم أمك، شو بتعطيهم الإمكانية؟ تعطيهم الإمكانية إنهم يعرفوا إيش طبعك. فهم الشياطين بيكونوا حريصين دائما إنه يعرفوا هذا الشخص متى ولد وما هو أسم أمه. من هاي المعلومتين شو بيستنتجوا أو بيحسبوها؟ في عندهم حسابات بيقدروا يخرجوا منها طبع هذا البني آدم، مائي ولا هوائي ولا ترابي ولا ناري. هلأ إذا عرفوا هذا الشخص شو طبعه، شو بكون؟ بكون عارفين الجني اللي هو، خلينا نقول عنه القرين اللي موجود عنده، مين هو؟ ولأي واحد من الشياطين الثمانية وعشرين الكبار يتبع. فعشان يوصلوا لهذا القرين شو بدهم؟ بدهم يوصلوا أول شيء لكبيره، ومن كبيره يوصلوا لهذا القرين، وبعدين ياخدوا من القرين أو من هذا الكبير تبع الجان إنه بطريقة ما يسلطوا طاقة مضرة تأذي هذا الإنسان. طبعا إخواني بالإضافة لهدول الشغلتين اللي احنا حكينا عنهم، اسم الأم وتاريخ الميلاد اللي هو بيعرفوا منه يوم ميلادك، يطلبوا أحيانا أثر لهذا الشخص. يعني كيف احنا بنعرف نقول الكلب أجلكم الله؟ إذا أنت بدك يندل على واحد شو بتلاقيه؟ شو بتعطيه؟ أثر من هذا البني آدم، فشو بصير؟ بصير يشم. شوفوا هاي الإمكانية في تتبع الأثر موجودة عند مين؟ أيضا موجودة عند الجان. فإذا أنت جبت للجني أو الشيطان أثر شو بصير؟ بصير يتبع ويدور هذا الأثر على صاحبه لحد ما يوصل ليله. ونذكر إخوان أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تم سحره وسحره ثابت. يعني واحد بيقول لي أنا إنسان مؤمن لا يمكن أن الشياطين تضرني، شو بقول له؟ بقول له هل إيمانك أعظم من إيمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ من منا إيمانه أعظم من إيمان سيدنا محمد؟ ما في. فإن كان سيدنا محمد قد تم سحره، فهل هذا يعني أنك أنت عندك قدرة أكثر من القدرة الإيمانية اللي موجودة عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لن يكون عندك. وسيدنا محمد إخواني نذكر أنه تم سحره، وفي الصحاح ومن ضمنها صحيح البخاري جاء فيه أنه سيدنا محمد سحر، وأنه بدأ يمرض ويزوي قليلا قليلا، وحتى انه يعني جلس في الفراش لا يستطيع ان يقوم منه. فجاءوا ملكين، ان شاء الله جاءوا ملكين، جلس احدهما الملك الاول عند رأسه والملك الاخر عند قدمي. فالذي عند قدمي يسأل الذي عند رأسه، يعني ملك بيسأل الملك الثاني ما بال الرجل؟ فالذي عندك رأسي شو بقول؟ طب طب يعني سحر. الطب، كلمة الطب اللي احنا بنعرفها كانت بدايات الطب شو هي؟ عن طريق ايش؟ الشعوذة، هم اللي كانوا يقوموا بالطب. فطب كانت تستخدم قديما لايش؟ للسحر، معنى انه سحر. فيقول الذي عند رأسه طب، فيسأل الذي عند قدمي ومن طبه، يعني من سحره؟ فيقول الذي عند رأسه لبيد بن أعصم اليهودي. يعني شو ذكر؟ ذكر اسمه، بيّن للرسول عليه الصلاة والسلام من الذي سحره.